موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. خلف القصف الجوي لطائرات بدون طيار على حي القلعة والمغار بدرنا أضرارا مادية جسيمة بمنازل المواطنين. وأفاد مصدر مطلع بالمدينة للنبأ بأن الغارات الجوية دمرت منازل بالكامل في حي المغار ووسط البلاد. كما أشار المصدر إلى أن استهداف ميليشيات الكرامة بمدفعيتها منازل للمواطنين بشكل مباشر وعشوائي أدى أيضا إلى إلحاق أضرار كبيرة فيها. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ بحقل الشرارة النفطي عقب عملية الاختطاف التي طالت العاملين بالموقع. وأصدرت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة أكاكوس المشغلة للموقع بالحضور للمقر. وأكدت المؤسسة تواصلها مع السلطات المختصة لحل الإشكال وضمان سلامة الموظفين، كما لفتت إلى أنها تراقب عن كثب التطورات بالموقع. ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم. أكد رئيس مجلس النواب عقيل صالح دعمه إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية لضمان وقف النزاع على الشرعية. صالح وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أضاف أن مجلسه سيقوم بكل الاستحقاقات للمرحلة الانتخابية بما فيها اعتماد قانوني الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. وأشار رئيس مجلس النواب لعدم وجود نية واضحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا وجود اتفاق بين المجلسين على تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي لأن الأعلى للدولة لم يقر هذا الاتفاق حسب قوله. انطلقت السبت امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري لطلبة المدارس العامة والخاصة التابعة لإشراف الحكومة المقترحة. وأوضحت وزارة التعليم المقترحة أنها أعدت الترتيبات اللازمة لاستقبال 58 ألف طالب وطالبة في امتحانات الشهادة في مقرات كليات وجامعات البلاد المختلفة في خطوة هي الأولى من الوزارة لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات. ختام الموجز للقاء.